تحت طاب الحين سؤال اختار للمعاونين يلا شوف بختار معاونين اختار للمعاونين معاونين صاحيين ما ابغى معاونين نايمين هذه نعم نسوي شيء انا اذا اخترت معاون بس قهر اليوم ما في جوالات قهر شوفوا بقول لكم شيء مرجان خلل عنده يتكلم تفضل لو سمحت تفضل انا اسف لو سمحت انا اذا اخترت لي معاون وما اشتغل معي زين يا عمر هذال اسمعني زين بذل وسيعه والزعيز يسمع بذل وسيعه اذا ما اشتغل معي يا مرجان صح ولا لقيته شغال صح ولقيته رجال طال عمرك يتاخر ترى بخصم عليه ترى الشخصيه تغيرت دائما الوجه تغير دائما اول عمده جديد يقول كلام هذا انا اقول وطول تراني اقوله ولا صادق قوله فعل ابو سالم ابالي رجل اليوم اللي قلت معي اليوم معي يلا يلا ابي تاخر وتسدح ويتبطح ويسحب ويتاخر هذه ما فيه نظام وليد الزهراني نظام زعيزعي نظام الدنيا خلاص قوي والله قوي السيب راح ومات وانتهى شنب شنب خذ وليد طيب معك لا شفت يا وليد؟ انا ضد عمالته من اليوم ورايح نظام وليد والتسيب وانا سويت وانا فعلت وانا راح خلاص وقت يا ابو سامي اول 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 من رضخ العماتي هو عبد المجيد بن نفال يا ابو انا الحين تقوله عشان على اصداريه معك يا ابو سامي استري خلاص حاضر صم طال عمرك شوف انا اقول لك انا باضرب بيد من حديد كفو انا اول ناس راح التفت لهم المعاونين اهم شيء قفل المايكات القاه يلف يدور يخربط بعطيه طقه فرويشه طقه على الراس ما ادري ايش توجع والله من الهياط والله من الهياط طيب عطني عطني يلا خرجني ترى عطني معاونين يلا خرجني شغال عد يلا خرجني بسرعه طيب دقيقه والله كلهم ودينهم يكونوا خذهم كلهم يا طاخ عطنا اثنين والله كل واحد انا ودينه يكون معي معاون بس يا رجل اللي ما يباها يرفع يده ابو سامي عشان ما اسلم الاعداد الجدول جدول الأذان والإقامة حق الأسبوع كامل طيب يا شباب 15 دقيقة بين الأذان الحين اختار لي العمدة اللي معاك طيب بعد ما أروح أعطهم تعليمات وسوي اللي تبي خليني أروح طيب الربع في أحد أنا والله ما ودي أبدي أحد على أحد يا أخي اختار أخي اختار ما في طيب طيب الاثنين هذول اللي جالسين جنب بعض لا تختار شوف في اثنين لا تختارهم ليه؟ أداري بالحيل أقول لك لا انا بختار اللي ان شاء الله باذن الله بيكونون تحت الساحة عمر هذال محمد زعيزعي ركان بن ملحي لا 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 اخترت هذا انا معاون انا عمده قصدي الزعيزعي كان مع وليد ما ينفع تفضل مرجان انا العمده يا مرجان انا العمده يا مرجان وقف ابو حسن وقف ما انا اصلا انا عمده انا العمده ترى بغيرك والله غير انا عمده بغيرك اذا كذا كيف انا اصير عمده كيف اذا انا اخترت لي معاون انا ماشي عليه كيف اجل انا كيف اصير عمده القانون ماشي عليه اقل واحد يشتغل بعمارة صل على محمد صل على محمد قل لا اله الا الله المعاون الاسبوع اللي راح ما يقدر يجي قل لا اله الا الله حبيبي اذا كذا اجل العماده ما هي بلي لا 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 لك لا اذا انا اختار معاون خلي اختار واحد غيره يلا اختار عبد المجيد دعوه بسيطه يلا لب والله كبدك على كل حال عشان تعرفوا لي حتى لو ما على الاستيريه يا عبد المجيد انا اختار اللي معاون ترده انا معاون معك بدون استيريه يا اخي تاخرتني ولا بطرت عادل بن هيف انا عبد ولا قصورهم في الباقيين كلهم يلا بس ولا قصورهم في الباقيين ابو حسن كبير لكن عسانا نسده يلا مع السلامه يعطيكم العافيه لقاء الاسبوع الجاي ان شاء الله شكرا مع السلامه مع السلامه يا والله نكلم ابوكم معاونين